بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هذا المهرجان الذي يحمل اسما غاليا على قلوبنا جميعا، وهو مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. إذن ليلة اللقايا وليلة الليلة المليونية التي سنشاهدها في هذه اللحظات، والتجهيزات المتناهية والاستعدادات النهائية لانطلاقة شوط الشلفة المفتوح للقاية والمليون ونصف مليون ريال، وكذلك أين سيتجه الشوط والشلفة، أين ستتجه في هذا المساء. الكل وجماهير الشعارات الحاضرة يتابعون في الميدان وأمام الشاشات في هذه التغطية الإعلامية الواسعة لهذا الحدث الكبير، لهذا الحدث الهام. هذه أرضية الميدان أمامكم، وهذا هو الشوط، اكتمل تقريبا نصابه، وتشارك في هذا الشوط ما يفوق 30 بكرة. الهدف هو اختطاف الشلفة في هذا الشوط، وهكذا مشاهدينا الأعزاء على بركة الله وبسم الله ينطلق على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزة الريان والكاس ودبي ريسنج وياس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في نقل كبير وفي حدث هام ومثير. ينطلق شوط الشلفة وشوط المليون ونصف المليون ريال، هذا هو الناموس الأغلى، هذا هو الشرف الكبير، هذا هو الشرف الذي يتمناه كل ملاك الهجن وكل مضمرينها. مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، ختامي الختاميات في أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. الليلة الموعد معه 6 أشواط و6 رموز، وبرنامجنا المسائي هو عبارة عن إقامة 18 شوط، هذا هو شوط الشلفة، ومقدمة الشوط صدى مع المركز الأول بن مانعة، يقدم صدى محمد بن سالم بن مانعة، يدفع بصدى في شوط الشلفة ممنيا النفس اختطافها وانتزاعها، بينما المركز الثاني تصل وتتسلل الدانة لعبد العزيز بن سيف بن علي بن تويم الاكتبي. اي والله الدانة، هذا الشوط يبغي له دانة، يبغي له نوعية يا راعي الدانة. بينما المركز الثاني وصلت الدوحة لمحمد بن علي بن قريع الامبراطور، يقدم الدوحة، بينما المركز الثالث الدانة وتليها على المركز الرابع، توصلت في هذه اللحظات وانطلقت حراقة نواف بن هادي بن حمد البريدي، من أبى الملايين التي دفعت في هذه الذلول لاختطاف وانتزاع هذا الرمز. بينما المركز الخامس اللي انتقلت إلى الرابع شبب لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري، هذا هو ندانا الأول. نعود إلى شعارك يا الإمبراطور مع الدوحة، من تتسيد الموقف تتسيد المشهد، تتصدر هذا المشهد المتابع، هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر. شلفة ومليون ونصف المليون يا مضمرين، شلفة بالانتظار، شوط رئيسي، نقوة اللقاية في الخليج، خلاصة اللقاية أقواها عتاهية الملاك وعتاهية المضمرين يتواجدون في هذا المهرجان الكبير وفي أشواط الرموز. ما زالت الدوحة على مقدمة الشوط لمحمد بن علي بن قريع، ولكن المركز الثاني رأسها ملون بالزعفران، رأسها مكرموها بالزعفران في عدة ميادين خليجية. وصلت هذه اللحظات الدانة عبد العزيز بن سيف بن سويلم الاكتبي، يا سلام، شعار هجام قادم على المركز
الثاني وثلاثة كيلومترات فاصلات عن اختطاف الشلفة. البريدي يصل مع المركز الثالث مقدما حراقة لنواف بن هادي بن حسين البريدي، يتابعها محمد بن عبد الهادي بن حسين في التضمير. المركز الرابع وصلت فيه وتسللت في هذه اللحظات العنود عبد الله بن جار الله النابت يقدم العنود على المركز الرابع، بينما المركز الخامس انطلقت شبب هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. هل تجيب وتصيب الهدف الليلة يا هادف؟ نتمنى لك التوفيق ولكل المشاركين في هذا الشوط الخطير للغاية، شوط مليون ونصف، شوط شلفة، الشلفة 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 لمن؟ أين تتجه الشلفة؟ في ختامي الشحانية في مهرجان الأمير المفدى، ما زالت العنود تستميت، العنود على الشلفة تستميت على البقاء في المركز الأول، المركزين الأول والثاني. شحانية عنابية اللون أبناء الميدان يسيطرون على الثلاثة المراكز الأولى في شوط الشلفة في الشوط المفتوح، أقوى أشواط اللقاية. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، الدوحة 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 يا بن قريع، الدوحة يا بن قريع، حكم أعصابك يا الإمبراطور، شوط أعصاب، شوط أيضا محسوبة كل إصدارات المضمر والموجه. الله يا سلام، هذه الدوحة على المركز الأول لمحمد بن علي بن قريع. المركز الثاني وصلت العنود لعبد الله بن جار الله النابت على المركز الثاني، والعصا في العصا قوس. المركز الثالث تحركت وانطلقت في هذه اللحظات حراقه تعود ملكيتها لنواف بن هادي البريدي. المركز الرابع من تصل في هذه اللحظات؟ وصلت المتحده حفيظ بن سعيد بن ناجي بن كحله المري، وهي صاحبه انجازات في هذا العام. بينما المركز الخامس تحركت وتصل الضبي محمد بن سهيل بن عويضان عامري. هذه النتيجة أبناء الميدان حتى هذه اللحظات روحوا بالشلفة، روحوا بالمليون ونصف المليون، يستميتون أبناء الميدان في هذا الشوط من خلال المركزين الأول والثاني. أبناء المملكة العربية السعودية يصلون مع حفيظ في المركز الثالث، أبناء الشحانية أيضا على المركز الرابع، وابن عويضة ممثلا لأبناء الإمارات في المركز الخامس. شوط جماهيري، شوط جماهيري. هل تمسي الشلفة في هذا الشوط في ميدان الشحانية أم تغادر إلى الأشقاء في الخليج سواء في المملكة أو الإمارات من خلال ما أراه؟ ولكن العودة إلى 1200 متر الأخيرة إلى الدوحة، محمد بن علي بن قريع الإمبراطور، هذا الخبير، هذا الذي خاض أشواط رموز وأشواط سيوف. الليلة ليلة خبراء، الليلة يحتاج المضمر لأيضا الخبرة الكافية في مثل هذه الأشواط الحساسة، في مثل هذه الأشواط الجماهيرية، في مثل هذه الأشواط الملتهبة. شلفة مهرجان الأمير المفدى للقاية، شوط اللقاية حتى هذه اللحظات، الكيلومتر الأخير، الشلفة قطرية اللون مع المركزين الأول والثاني. العنود تتحرك، عبد الله بن جر الله، وطارت الدوحة، وطارت الدوحة، الدوحة والعنود. ولكن المركز الثالث تصل وتتقدم المتحدة حفيظ بن سعيد بن ناجي بن كحلة، ولكن الدوحة 700 متر أخيرة، الدوحة الدوحة العنود، الدوحة والعنود، الدوحة والعنود، الشلفة 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 الشلفة، المليون ونص خيرة اللقاية، أقوى أشواط اللقاية. ما زال مع الإمبراطور مع الدوحة، محمد بن علي بن قريع يقدم الدوحة على المركز الأول، عبد الله بن جر الله البخيت يقدم أيضا العنود. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات وتنطلق العاصفة، محمد بن فاهد بن سعيد بن نصيب المزروعي. هل يكون لابن نصيب نصيب الأسد في اختطاف الشلفة في الوقت القاتل، في الوقت القاتل؟ أبناء الشحانية وضيوفهم، أبناء الميدان والضيوف الأعزاء، الشلفة اللحظات الأخيرة، المليون ونصف، هذا الشرف الكبير. الإمبراطور، الإمبراطور، اصمد يا الإمبراطور، اصمد يا الدوحة، الشلفة في الشحانية مع الدوحة، مع الدوحة، مع الدوحة، مع الإمبراطور. حي الإمبراطور، حي الدوحة، سلام الدوحة، سلام. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع على انتزاع الدوحة لشلفة اللقاية المفتوح، تهانينا والناموس. المركز الثاني العاصفة لمحمد بن فهد بن نصيب المزروع. المركز الثالث، المركز الثالث عوايد لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي. المركز الرابع، المركز الرابع العنود عبد الله بن جر الله النابت. المركز الخامس
المركز الخامس اللي وصلت الشايبة لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي. تهانينا والناموس والشلفة تمسي في ميدان الشحانية مع الدوحة ومالك الدوحة محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. تهانينا والناموس لمالك الدوحة. تهانينا للإمبراطور من قدم الدوحة قامت راس وأنهت هذا الشوط راس واستماتت وقاتلت على هذه الشلفة وانتزعتها وأبقتها في ميدان الشحانية. تهانينا والناموس. تهانينا القلبية لمحمد بن علي بن قريع. وتهانينا ايضا سلالة غنية عن التعريف، سلالة كرار ام الزبار. سلام لهذه السلالة الاصيلة، سلام بنت كرار ام الزبار، هي من تنتزع الشلفة في الشوط المفتوح. وسلالة كرار سلالة غنية عن التعريف، يتواجد هناك في محمية ام الزبار. وتهانينا ايضا للقائمين على محمية ام الزبار على هذا الانتاج المميز. اذا التوقيت الزمني توقيت مميز، 7:25 60 جزء من الثانية هو توقيت الدوحة. تهانينا لمحمد بن علي بن قريع وسلام للدوحة، سلام من أبقت هذه الشلفة في الدوحة، المركز الثاني اللي كانت خطيرة للغاية العاصفة وقطعت المسافة في 7:25 90 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمحمد بن فهد بن سعيد بن نصيب المزروعي وصيفة الشلفة. المركز الثالث، المركز الثالث بين اسمين يا مخرجنا العزيز، لو تشوف لي رقم الفوتو الفينش نشوف رقم كم يا مخرجنا العزيز. رقم 3 هي الفائزة بالمركز الثالث على في شوط الشلفة وهي العنود لعبد الله بن جار الله البخيت، 7:27 وتوقيت المركز الثالث بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن جار الله بن علي النابت. وعطني المركز الرابع مرة واحدة بما أنه فوتو فينش. المركز الرابع هي حاملة الرقم 12 عوايد لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي. تهانينا والناموس لكل الفائزين، كان شوطا مثيرا للغاية.